السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. اسم كريم. انا الاسم ديالي وهبه سميح، استاذه ديال الرياضه، متطوع ما كتخلص، بينيفول. فوالا جيت لهذاك. فينا بلاصه؟ في قريه الاطفال اس او اس بالجديده. بالجديده. حنا تعمدنا اننا نستضيفك لانه كاين هناك مشاكل دابا ما بين الاداره وما بين بعض الامهات المربيات اللي داكشي اللي كيهضروا عليه خطير. انت كنتي عايشه معاهم؟ اييه. وشتي هاد النقاط هادي؟ اش يمكن لك تقول؟ فوالا انا نعاود في الاول. اييه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاسم ديالي وهبه، استاذه ديال الرياضه، متطوعه في قريه الاطفال اس او اس بالجديد. دونك انا كنت نخدم مع الدراري الصغارين وكان عندنا واحد البلانينغ حتى لو موا لو 30 جوان 2017، وقالوا لي صافي لحقاش ولاو لي فاكونس، يعني الدراري بداو تيمشيو للمخيمات وداك الشيء. انا بقيت خدامه مع لي فام ليكستيريور، حنا تنجيبوهم باش ما يبقاش الفيلاج معزول ايزولي، انه يولي عندهم رواج داخل انفتاح للنساء ديال العالم الخارجي او يشوفوا حتى لي مامو، يعني انا وديك العلاقه ما بين الناس اللي داخلين ديال لي مامو مع الامهات اللي خارجين. دونك انه ملي جات هاد لا ديريكسيون جديده في جويي، يعني انه ولاو لي مامو جويي 2017 جويي 2017، بانه لقينا بانه هذاك السيد عبد الاله شعشوع انه تيتعرض للتعسفات كثيره من طرف المديره الجديده، وحتى الامهات يعني انا ما عندهمش الحق لا باش يخرجوا ولا يستقبلوا الاهل ديالهم ولا صحابهم في لي ميزون، وان الوليدات ولاو فين ما درتي فين ما لا. واش هذا قانون داخلي ديال هذيك؟ ما عرفتش انا يعني واش قانون داخلي ديال اس او اس فيلاج، يعني واش كلشي مطبق عليها القضيه ولا غير هاد الامهات؟ على الامهات. والمديره الجديده فاش جات عند الاسره ديالتها، ومني جات حيدات لي انا السويرات ديال البيبان وعطاتهم لافامي. مني جيت نهضر معاها قالت لي ما عندكش الحق باش تبقاي تجي هنايا، انتيا صافي خاصك انت تمشي بحالك، انت هي ما عندكش الحق باش تجي للفيلاج وما عندكش الحق باش تزوري الامهات في البيت ديالهم. انا مشيت على اساس ان عندي واحد الوليد عنده بروبليم في لا ريسبيراسيون ما تيتنفسش، دارت معايا الطبيبه ديالتو باش انا نبقى نخدم لا ريسبيراسيون. مني مشيت نسول لفقت لي تهمه باني تنشد الوليدات صغيرين وتنسجلهم وتنقول لهم بانك سيرتو بانه كانت عندها مشكله مع عبد الاله، قالت لهم بانه ضربها، وانا يا عمرني ما تجرات باش نشد الوليدات، وهما تيعرفوني باني ما عنديش مشاكل لا مع الاداره ولا مع الامهات. واش كان خرج فعلا شي تسجيل بهذا الشان هذا؟ انا لحقت شي وليدات قال شي حاجه؟ انا تيروج هذا الشيء ما بين الوليدات، يعني انه سيرتو البنيه انه تتعرف الخطا اللي دارت، ولات اي بلاصه تتمشي تتقول لك انا راه ما ضربتش عمي، ما ضربنيش عمي عبد الاله، راه المديره هي اللي قالت لي خاصك تقولي وتقولي، وجابت شاهد عيان انه نصرانيه. نيكولا شنو غتعرف؟ شنو اللي تتعرف على الفيلاج ولا على القانون الداخلي؟ بان هي بينيفول اون بليس دو سا عاطينا فين ساكنه، علاش؟ اذا هنا ما بقاتش بينيفول، ما بقاتش بينيفول، دونك هنا راه خاصها تولي عندها صالير، وهي ولات تحرش الاداره على الامهات وعلى السيد عبد الاله. شكرا على هذه الشهاده هذه، نتمناو من الجمعيه انها فعلا تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. لحقاش انا ولات تقول لي انت تشدي الدراري وانا غندعيك وانا كتحرضيهم. فوالا. شكرا لك. ماشي مشكل. شكرا.